مرحبا بي ماي جيست، اتطلع عليكم بحلقه جديده لليوم، واليوم ضيفنا هاني نصار من جمعيه بربره نصار تنحكي اكثر عن شهر حزيران، هالشهر يلي هو مخصص للاشخاص يلي بيتغلبوا على مرض السرطان، مش هيك اسمه جون كانسر سيرفايفر مانث. رح نحكي عن جالا دينر يلي صار بعنوان اي ويل سيرفايف، كمان رح نحكي عن التبرعات من خلال الاو ام تي وفيديوز عن الجمعيه. اهلا وسهلا فيك هاني. اهلا فيك، يعطيك ألف عافية. على طول بنشاطات مستمرة، ودل عندكم حملات عم تقوموا فيها، ودل يوصلنا واتسابات أو منشوف على فيسبوك أو إنستا قدي أنتوا أكتف، وما بت يعني ما في يومين ثلاثة أو جمعتين ثلاثة بيرجع بتذكرونا بهالجمعية. قدي مهم أنه دل الشعلة مضاءة تاع الناس، دل عم تعرف، دل عم تتذكر، وتكون أكيد أنه في حدا واقف حدا، خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من مرض السرطان. أكيد، لأنه مريض السرطان ما بيمرض مرة بالسنة وبيروح. طالما في مرض، طالما في مرضى موجودة ببيوتنا، نحن أكيد مش لازم نوقف. يعني كان نحن أو كل العيال اللي بلبنان، لأنه للأسف ما في عائلة أو ما فيها مريض سرطان. صحيح، للأسف. مشان هيك نحن دائما بنجرب نخلي الناس منتبهة لهذا الموضوع، لأنه يعني بيقدم مريض سرطان يلي بيعاني من أوقات خوفه من الشيء اللي عم بيواجهه. يعني لأنه عنا فكرة أنه السرطان يعني موت. هلا اكيد هذه الفكره شوي تخطيناها، لانه نحن بالعلاجات الجديده، بطريقه العلاجات الجديده، لا، في كثير انواع سرطان بتغلب عليها الانسان وبيقدر يكمل حياته عادي، وفي حال كان اكتشفه بمرحله متاخره ايه بيأدي هالشيء اللي عم بيواجهه. ما يعني في كثير قصص نحن قادرين انه نخففها عنه، يعني ان كان كدعم معنوي حد او حد العائله او كدعم مادي. اكيد، لانه بلبنان عندنا مشكلة كثير كبيره اللي بتكلفة العلاجات. صحيح، واليوم كثير من الاشخاص بيكون عندهم ضمان او بيكون عندهم اسيرانس، وكما بيستفيدوا من تغطيه الوزاره لهالعلاجات اللي بيقوموا فيها. وفي ناس اكيد بتستفيد حسب الضمان والاسيرانس، بس بعرف انه نص الاكبر والاهم من العلاج هو النفسيه، هو الناس اللي حوالي هالمريض. انا بعرف انه في كثير ناس بيكون عندهم مشكله يامنوا حق الادويه، بس كمان في ناس بحاجه لمعنويات، لانه بيكون معهم مصاري يامنوا الدواء بس ما في حدا مشجعهم انه يكفوا حياتهم. قد ايه بتشتغلوا على الشق النفسي والشق اللي هيك بخلي المريض موتيفي وعباله يكمل حياته؟ لانه في ناس بتستسلم للمرض حتى لو عم تاخذ ادويتها، بتحس بتفل بكير وبتموت لانه منا بطلت رغبانه بالعيش. صح. هلا ما تتخيلي قديش صعب بس واحد يجي يقولوا له او يقولوا لمرته او لزوجها او مين ما كان مريض، انت عندك سرطان. اوكي، بيبقى الواحد بعيد عن الموضوع بالعائله، بقول حيدي عن ظهري بسيطه، انه ما بيعني لي الموضوع. صح. بس وقت بتصير بقلب بيتي، في اشياء كثير انا علامات استفهام بدي اطرحها. يعني عادة انه بنبلش بسؤال ليش انا، وشو عامل لك يا الله بهالخبريات، بنصير نحط الحق على الله، بننسى نحن شو عاملين بالبيئه وبالتلوث اللي نحن عايشين فيه. صحيح. وشو ناطرني؟ يعني بس اجي اقول انا، بيجي الحكيم بيجي بيقول لك انت عندك عدد جلسات هالقد، نعمل شينيو هالقد، نعمل راديو هالقد، بنرجع نعمل ايفالويشن سكانر اي ار ام، وبنشوف بعدين شو ناطرنا، شو بده يصير. طيب المريض بالنسبه له حتى بس يسمع كلمه شيميوثيرابي، يعني هر شعر، يعني نوزي، يعني العين نفس، او بيكون مش عارف. طيب الاوجاع تبعي كيف بدي اسيطر عليها؟ شو بعمل؟ الحكيم قال لي هيك، كيف بدنا نتصرف؟ نين بدنا نجيب المورفين؟ يعني ضياع كلي وقت ما بتلاقي حدا حدك يجي يوجهك ويخفف لك وطئه هالتقل هيدا. يعني كثير صعبه. نحن الدور اللي عم نلعبه اول شيء عم بتصلوا فينا الاطباء اكيد بالتنسيق معهم دائما، انه اذا فيكم تشوفوا هذا المريض او المريض هو عم بيتصل او اهله، نلتقى فيه، نحن نشرح له كل المرحله اللي هو فيها، شو ناطره هالقصص هذي، وبنجرب كثير نهون الامور. لانه هي هينه يعني، بس انه قوه الصدمه بالاول بيحتار المريض. هلا للاسف في اشياء ما فينا نحن، يعني ما بيد حيله، يعني من وراء النظام الطبي بلبنان. يعني اليوم وقت تجي انت بتقولي انه اوكي دواك بتروح تجيبه من الوزاره، انت الوزاره بتعمل لك اياه ببلاش، كثير منيح، بس وقت تروح انت على الوزاره على الديبو تبع الوزاره بيقولوا لك انه مقطوع، دواء مقطوع مش متوفر، يعني لا هالشهر ولا الشهر الجاي. طيب انه شو بيعمل المريض هون؟ وبعطيك فكرة بس انه الدواء، يعني كل جلسة شيميوثيرابي الادوية اوقات حقها الاف الدولارات. صح. اذا انا باخد دواء حبوب بالبيت
اوكي عندنا دواء حقه 17 مليون و264 الف ليره رب دخل. طيب اذا انا هذا الدواء ما توفرت بالوزاره شو بعمل؟ العالم عم بتبيع كل شيء بتملكه وعم بيبقى اوقات ما بيبقى شيء بقى تبيعه، بدها تامن دواء لمريضه ما بتلاقي. شو بصير بهالحاله؟ بهالحاله هلا نحن بالجمعيه في شغله عم نعملها، انه اليوم بس يتوفى مريض او يغير له علاجه الحكيم، هالدواء اللي بقي عنده بالبيت نحن عم ناخده بيقدموا لنا اياه هون بنخليهم عنا. بس يتصل المريض بحاجه لهالدواء ومش موجود من الوزاره، اذا كان هالدواء موجود عندنا نحن اكيد بنقدم له اياه فور فري. يعني اوقات في كثير مرضى بتجي بتكلها صدمه عنا، يعني بتجي تقول انه عندكم الدواء، ايه تفضل، بس انه شو بعمل؟ كيف بقسط؟ قد ايه بدكم تحسبوا لنا اياه؟ يعني حلو. واحد عم بيجي ياخذ دواء حقه 10,000 دولار مش عم يدفع ولا ليره، يعني هذه مش طايره معهم من قبل. صح. يعني وهون مهم انه كل الناس يلي عندهم حدا واليوم عم يحضرونا ويعرفوا انه في حال حدا غير العلاج تبعوله وبطل هالدواء عايزه، كثير عمل انساني ومردوده اضعاف انا اكيد على الشخص يلي بيتبرع بهالدواء للجمعيه كرمال يفيد غيره، لانه في ناس عن جد ما معها شيء تبيعه. صح. وبدها هالشخص يضل عايش قبالها. صح. بقى كثير مهم يعرفوا بهذا الموضوع. وفي اذا بدنا ننقل على الضمان هيك فتحنا الموضوع. ضمان بالادويه الغاليه بيدفع هو 95% من قيمه الدواء، دونك بيبقى على المريض 5%. بس اذا اعتمدنا رقم 17 مليون وندفه بيطلع فرق الضمان تبعه 850,000 وندفه. هذا فرق الضمان على علبه وحده لدواء واحد بالشهر. ف يعني الحد الادنى 675,000، يعني اكثر من الحد الادنى. فكمان هذه مشكله، انا من 3 سنين طلبوا منا نتشكر وزير العمل وقتها انه على الجهود وانه الضمان رح يصير يغطي 100%، قلت له طيب يصير يغطي بنتشكره، شوي لا يلا اطلعوا كذا، شوي قلت له بتشكرك على النوايا ان شاء الله يجي وقت نتشكرك على التطبيق. صح. هي من 3 سنين، بعد لحد هلا ما في شيء. اليوم بيفوت المريض كمان على المستشفى. فرق الضمان لجلسات الشيميوثيرابي، نسيه الحبوب اللي بياخذها بالبيت، بيفوت بيعمل جلسه شيميوثيرابي. اليوم تنقول الايمونوثيرابي دواء، فرق الضمان لكل جلسه 600 دولار. يعني هال 5%. مشان هيك بحس انه في ناس ما بتروح على المستشفى تتعالج. بمرحله معينه بفضل ايه انه انا بقول لك عندي هالكم يوم بدي اعيشهم، خليني اعيشهم مرتاح بلا اوجاع، بشوف اللي بحبهم وبقضي كم يوم معهم وبفل من هالدنيا لا علي ديون بس ولا تاركة. انا ممكن اخذ هذا القرار على حالي بس بقدر اخذه على ابني لا. وبنتي ومرتي وامي وبيي اكيد لا. بقى بعدين انتبهي اليوم حسب باي مرحله انا. صح. يعني انا اذا باول مرحله جريمه اذا ما بتعالج لانه انا بقدر صح اكمل حياتي بشكل طبيعي. صح. بستات فينال بيجي بيقول لك انه اوكي فيك تاخذ انت هذا القرار وتروح تتوجه على سوان بالياتيف، المهم انت ما تكون موجوع على انك تركب ديون على عائلتك من بعدك، بس هذا الانسان بياخذ قرار لحاله فيه بس مش لحدا من عائلته. 100% كثير صعبه. مشان هيك كل الاشخاص اللي عم يحضرونا وعندهم هالكيات وبعد في ادويه ممكن تفيد هالجمعيه اكيد بيتواصلوا معك عبر رقم التليفون 03 نعم 691 624 اوكي 691 624. هاني بعرف انه بتعملوا كل سنه عشاء سنوي والسنه حمل عنوان I will survive او راح انجا او انه راح صح بما معناه، خبرنا شوي عن هالغالا دينر يلي كانت فكرته كثير حلوه ويلي باول الحفله كان في انترودكشن عن هذاك المرض. خبرنا شوي. نحن دائما بالعشاء اللي بنعمله العشاء السنوي بيكون في مساج عم نوصله، يعني ما انه بس عشاء لنطلع مصاري. كان سنه موضوعنا لكن هو I will survive. كان في اشخاص مرضى موزعين بين الطاولات، نتيجه انت قاعد على طاوله كلنا مثل بعضنا ما حدا مبين عليه، يعني صح. شو بتلاقي تفاجأت انت بيوقف مريض من حدك بيقول انا مريض وانا كذا وانا كذا وانا كذا. هذا عملناها بشكل فلاش موب، كان طارق سويد الممثل والمخرج عم بيقدم بيلفظ كلمه هذاك المرض. ونحن بلبنان بعدنا لحد هلا وقت كثير بنخف نلفظ اسمه، صح، نستفوي مثل ما بيقولوا. فبيفز ليونار ابني هو ابن بربارة بيقول اسمه سرطان، هداك المرض اسمه سرطان، بدك تنتصر على المرض بدك تسميه باسمه. هيك بربارة كانت تقول.
وبلشوا مريض ورا الثاني يطلع يقولوا انا معي سرطان وانا تغلبت عليه، انا تغلبت مرتين، انا كذا، انا لولا دعم المعنوي ما قدرت اكمل، انا كذا انا كذا. حلو. العالم يعني ما في خبرك قديش ذهلت اكيد. انا هلا وحسيت انه اخر شيء وقفت انا قلت لهم ايه ما بدنا نستحي، يعني مين منكم في مريض سرطان او كان في بعائلته يوقف؟ اول مره بتحس هيك خجولين، ثاني مره رجعت حتى ما في حدا بقي قاعد لانه هيدا فعلا هيدا لبنان يعني. مليان ورجع ختمناها هيك. حتى جو كرم اللي هو كان الانترتينر بغني، هو كانسر سرفايفر كمان، ختم بديو هو ليوني بنتي. طلعت ليوني حتى كمان قالت انه I'm a survivor، يعني مش بس المريض هو عادة بس يمرض الواحد عائلته كلها صبح وليل تمرض، والعائلة قادرة تنتصر مع المريض على المرض يعني. ودائما نحن بنفكر الانتصار هو انه ابقى عايش وانتصر عليه طبيا. بتفز ليوني بتقلن هاي بربارة ما فينا نقول انتصرت على المرض، هي راحت بس لك شو تركي وراها وقديش عم تفيد ناس. يعني اوقات جسمنا بيروح بس مثل ما دائما نحن نقول الروح اللي بتبقى ونحن بنبقى باللي بنتركه ورانا. وبربارة هي سيرفايفر، هي باقيه وطلعوا غنوا الغنية يعني. كان شيء رائع. حلو. هلا رح نشوف اكيد فيديوهات عن هالموضوع ومنتابع حلقتنا اليوم معك هاني. بعرف انه انت عشت وجع كثير كبير بعائلتك مع مرتك باربرا، قديه بعد عندك انرجي تقدر تكون واقف حد كل هالناس؟ لانه بعرف انه واحد اذا سخن اولاده بس يعني عملوا حراره ويلي قطع جريب عادي وخلصت بينهد حيلهم. كيف شخص عايش مع مرته سنين بحاله معينه وكانت فعلا السيرفايفرز اللي فينا نقول ونحن راسنا كثير مرفوع لانه فعلا شددت بطريقه تركت مساج وبصمه لكل الناس اللي اليوم عم تحضرها ويلي بس تسمع بربنا صارت تتذكر انه هيدي المره يلي طلعت بالفان هي واولادها وجوزها وبرموا لبنان ومضوا على العالم والى ما هنالك وطلعت على الاخبار وحكيت مع الناس، يعني بعدها صورتها مطبوعه براسنا. قد ايه قدر بعد ترجع تعيد هال مش بس صليب هال يعني هالدور يلي بده انرجي كثير قويه؟ لانه هو رساله بحياتك شغلك اكيد. بستشهد بكلمه قالتها بربارة، هي الى القديس بولس انا قوي بالذي يقويني. يعني وقت ربنا هو بيعطينا القوه لحتى نعيش بالطريقه اللي عشنا فيها، هو بيعطيني القوه لحتى اكمل يعني. ايه انا كان فيي بكل بساطه انه رحت بربرا غير حياتي، غير شغلي، روح اعمل اي شيء ثاني وحياه جديده، عيش حياه جديده يعني مع اولادي. بس الطريقه اللي هي عاشت فيها ومره سالوها اعلاميا بيقولوا لها انت ما بتزعلي انه الله ما شفاكي؟ صليت كثير لحتى الله يشفيكي. قالت لهم لو الله شافني عم يشفيني لإلي ولعائلتي، بس وقت عم بيعطيني القوه عيش مرضي بالطريقه اللي عم بعيش فيها او عم بعيشه فيها رح يعيش في ناس كثير من خلالي. نحن اليوم بشغلنا بالجمعيه بنستوعب هذا الشيء اللي قالته وقت يمكن بصدفه قالته ما بعرف. بس اليوم ما بتتخيل قديش في اشخاص ممنونين بربارة، ممنونين وجع بربارة وبيصلوا له وبيشكروها انه ايه انا لولا بربارة ما قدرت اتعالجت، ما قدرت اتحكمت. وانا شخصيا صراحه مثل ما دائما بقول يعني بكل عائله في بربارة يعني. وبالفعل يعني اكيد مش بقوتي، يعني لو ما الله اعطاني القوه يكون حد بربارة بالطريقه اللي كنت فيها، اكيد ربنا هو كمان عم بيعطيني القوه اليوم لحتى اقدر اكمل. لانه انا اليوم ببني كثير صداقات مع مرضى، في منهم بيكملوا وفي منهم بيروحوا. بيجي واحد بيقول لك مضنك مضطر يعني، ايه بس انه على القليل انا وقت عم شوف هالانسان عم بيروح راسه مرفوع بكرامه هذا شيء كثير بيعني لي. حلو. وبتتاثر لان ترجع بتعيش الحاله وبتتذكر الحاله مش كثير، مش بمعنى انه هيك انهيار لا، بس انه مثل ما ودعت بربارة بابتسامه بودعهم بابتسامه يعني بابتسامه فخر. يعطيك الف عافيه. جون او هلا حزيران هو شهر الاشخاص اللي تغلبوا على مرض السرطان. بعرف انه في كتار من اللبنانيه اللي هن مشهورين وبيناتنا كمان كان عندهم سرطان وتغلبوا عليه، ومنهم المخرج سعيد المروق وغيرهم. عملتوا لهم لفته كريمه بالعشاء وكرمتوهم، خبرنا شوي عنه. المخرج سعيد المروق، الاعلاميه ليليان اندراوس وهدى شديد، هذا كان 10 سنة الماضي وقتها كرمناهم. كل حدا منهم طلع قال
هني ليش كرمناهم لإلهم؟ مش لأنه أشخاص سيليبريتيز، هني لأن كل واحد منهم عمل قضية من مرضه. يعني سعيد مروق عمل حملة للتدخين لعيون المروق، هدى شديد كتبت كتاب ليس بالدواء وحده. ليليان أندراو اشتغلت مع وزارة الصحة على موضوع تغطية نفق الترميم الثدي. فوقت أنا بطلع من مرضي وبفكر بالآخر أنا بقدر أنتصر على مرضي. بس وقت أنا بدي ضلني منغلق على ذاتي ضلني بروح قبل بوقتي. يعني سعيد مروق عنده سرطان الرئة، وسرطان الرئة نحن نعرف أنه منه شيء هين. فما قعدت قوقع على ذاته، بالعكس صار ينصح غيره وانتبهوا تما يصير فيكم مثلي. وعمل حملات وحملات هذا الشيء تسمى الله عليها بدنا نشوفها على التي في يعني. وكمان عم بتشرح للناس انه مش الدواء بس هو العلاج، لانه محبتنا لبعضنا ووقفنا حد بعض، الدعم المعنوي من اهلنا واصحابنا لنا هو الاساس. صحيح. فنحن اليوم اوقات كتير بس يمرض الواحد بنقول ما قلنا قلب نشوفه مثل ما هو. ما بقى بنروح بنزوره، ما نحن عم نقتله. صح. انا بربارة يعني قديش في ناس كانوا محاوطيننا، بس مرضيت بتحسي انه من اقرب الاشخاص ما عدت شفتيهم. ليه؟ ما قلنا قلب. طب حبيبي مش انت الاساس، هو المريض الاساس. اذا انت بدك تفكر فيه بدك تكون حده، تقبله مثل ما هو. صح. وتقول له ما انا ما عندي شيء لك بس انا حدك مش اكثر من هيك. صح. يعني يمكن تروحي بس تعملي له زياره تحسسيه انه هو بعده انسان عايش مثل غيره، مش خلص متركه لحاله. ف كانسر سرفايفر هن اكثر ناس قادرين يعطوا قوه لمريض لانه هن عايشوا قدامه. يعني انا اليوم بس احكي مع زوج عن مرته مريضه، بعرف شو يعني. انا بعرف شو بدي احكيه. وبعرف انه اذا انا عم بحكيه ما رح يقول لي ما تتفلسف علي، لانه حبيبي انا عشت قبلك. وانت ما فيك تترك مرتك بهذا الوضع وتعطي حالك وتفل. لانه يعني اذا بخبرك شو عم نشوف اوضاع، بدي اقول لك للاسف عم نشوف مجتمعنا ناس بس تمرض الزوجه او الزوج بيتركوا بتخلوا. يعني هيدا يعني اليوم هلا عنا مريضه مثلا بتجنن، مجوفه من جوا، شايلين لك كل شيء. زوجها هلا عم ببلش عمليات طلاق. هلا طب ما حبيبي، طب انه اصلا هي باخر مرحله يعني، وهي عارفه حالها. يمكن ربنا يكون عاطيها عمر كم سنة. شهر يمكن اقل. طب انه انطور ولو عف حدا انه هيك اشخاص يمكن بقفى ايدك او بدك توعيهم. يعني بتعرف مشان هيك ربنا وقتها الاثنين يتكللوا بقول لهم بالسراء والضراء، مش بس عم يحكي عن مصاري انه انا اليوم اذا قادر اعيش مرتي واولادي بحبوها، لا، بالسراء والضراء يعني بالمشاكل النفسيه، لانه اوقات واحد بيكون معصب، اوقات واحد بيكون متضايق، صحته عم تتدهور، مش كله بالمصاري. نحن بنروح على الاشياء الماديه، في اشياء ما في مال الدنيا يشتريها يلي هي الصحه، ويلي هن اوقات حالات معينه عندهم مرض سرطان او امراض اخرى عن جد بتكون مستعصيه ومش قادر يحلوها لا بعمليه ولا بعلاج ولا بشيء. بقى مشان هيك واحد وقتها بده يتكلل، بده يفتح عيونه ودينه منيح ويسمع للاخير، لانه بهالحالات بنعرف مين الناس اللي بتحبنا ومين الناس اللي عن جد ما بتستاهل تكون بحياتنا. قبل ما نتابع حلقتنا، بعرف انه هلا كل المشاهدين اللي عاملين يتبرعوا لها جمعيه بربرا نصار في عده طرق، بس ليتلي كمان بلشتوا مع او ام تي يلي بتسهل على العالم انه تحول مصاري. خبرنا شوي عن الخطوه. نحن مضينا اتفاق مع شركة OMT، بس مفترض يعني عنا 3 أسابيع لشهر ماكسيموم بيكون مطلع أي إنسان حبيب يتبرع شهر، لأن كتار بيتصلوا فينا أنه نحن إذا بنعمل تبرع شهري كيف؟ نحن عنا حساب بالبنك، بس مش كل الناس عندها أكسي أنه تروح على البنك أو تحول أو شيء هيك. حي الله فرق OMT بلبنان، يمكن في بحدود 1000 فرع. بيقدر كل واحد يروح على OMT بيحط المبلغ اللي هو حبه، إن شاء الله يكون 10,000، إن شاء الله يكون $500. باسم جمعية بربارة نصار. أوكي. بيروح لعندهم، أنا حابب أتبرع لجمعية بربارة نصار بهذا المبلغ، قد ما كان المبلغ، ومرة أو شهرياً قد ما هو بحب يعني. فهذا ابتداءً بدنا نحسب تنقول بركي بتموز وطالع بيكون أكيد تنفذ بلشت على الأرض يعني. حلو. والمشاريع لهالصيف شو؟ المشاريع نحن حالياً بصدد يعني بداية مشروع جديد، نقلة نوعية بشغلنا بالجمعية. عم ناخد أرض تنعمل عليها كانسر سنتر. حلو. اليوم في كتير مرضى ببيوتها، نحن بنساعدها بآخر مرحلة بتكون ما في القدرة أبداً، لا من أهل البيت أو أوقات
بيكون لحاله المريض بالبيت. فنحن عم نكون عم نوظف ناس بتعيش مع المريض تخدمه ليل نهار وبمرحلة عناية تلطيفية بنسميها، يعني ما بقى يروح على المستشفى، المهم ما يكون موجوع. وهي المرحلة ممكن تقعد أشهر، ممكن تقعد أسابيع. ما في عنا مركز بلبنان بيستقبل، مركز مش بقلب مستشفى يستقبل حالات المرضى معززين مكرمين. فهذه حالة نقص كتير كبيرة. شو رح يكون، مجاني ولا شبه مجاني ولا؟ هلأ نحن مرضانا نحن عم ندفع لهم، مش رح نجي نقبض منهم. الأشخاص اللي أكيد بحاجة مشي أكيد رح يكون مجاني. هلأ بالأمور الإدارية يعني إذا حدا قادر أو شيء نتفق نعمل الدين مع وزارة الصحة على الأرجح، عنا 3 سنين حتى نقدر نبلش نستقبل. يعني هلأ نحن بنفوت بموضوع عمار وعنا 3 سنين مبدئيا اذا الله رب. وهلا تركيزنا على هذا. برافو، الله يحط ايده معكم، لانه بعرف انه كتار من الناس عم يحضرونا اليوم وعندهم حالات عن جد مش قادرين يعملوا لها شيء. واهم شيء نعمله نحن حتى لو بفلس الارمله نقدر نتبرع لهالجمعيه. لكل حدا عنده اي سؤال ليستفسر اكثر او يكون من الاعضاء اللي هن متبرعين بوقتهم وقدرين يساعدوكم بنشاطات اللي بتعملوها، فيهم يحكوا هاني اكيد على رقم التليفون 03-691-624. شو بتحب تقول كلمه اخيره قبل ما نختم؟ انا عطول في بواب بنفتحها معك بالحلقات، بس بخلي اشياء الحلقات اللي جايه، لانه بعرف انه اليوم الناس صارت تطمن انه في جمعيه بربره نصاري اللي عن جد هن سند، إن كانوا بالأدوية، إن كانوا بوجودكم حدهم للمرضى أو بأي استشارة أو بأي حالة هني عم يمرقوا فيها وأنتوا كمان مرقتوا فيها. هل بولدوناج ممكن تكبر وتعدي وتصير أكبر وأكبر بإطار توعية، بإطار محبة، بإطار إنسان وقف حد خيو الإنسان؟ وهيدا اللي عم نفتقده للأسف اليوم بمجتمعنا. مشان هيك بنشوف مرضى بيموتوا وما حدا لا مستشفى قدر تستقبلهم ولا ضمان قدر يعترف ولا وزارة قدر تطبب لأسباب معينة. بقى إن شاء الله بتكونوا هيك هالكرة الثلج عم تكبر شوي شوي تتكونوا عم تساعدوا أكتر يعني أكثر. إحنا هلأ نشاطنا صار بكتير مناطق بلبنان، يعني حتى بموضوع التوعية كتام لفتي لي نظر لهالموضوع. صرنا عاملين أكتر من 350 محاضرة بالمناطق، عم نحكي من حصبية للقاع لهالمناطق كلها. والمتطوعين صاروا بكتير مناطق، يعني عنا مثلا منطقة تشوفوا عليها هلا ركزين عليها. يعني سائب اجا المتطوعين من هونيك وعم نشتغل نحن وياهم، عم نعمل نشاط كمان بالمنطقة. فمطلق أي حدا يعني بحب منطقته نقدر نعمل نشاط أو هو يتطوع لحتى يكون صورة الجمعية هونيك، نحن أكيد حاضرين وحاضرين على كتير. قد ايه زايدة نسبة المرض بلبنان؟ هلا انا ما عندي الاحصاءات هلا ما في احصاءات جديده، بس الحالات اللي بتشوفوها كثير. يعني الوزير اصلا كان عم بيحكي مرة الماضي الارقام بتخوف خياليه. صح، ارقام بتخوف. يعني على امل يصير في بيئه نظيفه اول شيء للعالم تتنفس، تتنفس هواء مش تتنفس امراض. لانه المشكله كيف ما برمت، في تلوث، في دخان عم يطلع من السيارات، من كاميونات، من كثير اشياء تانية عم بتضر بالانسان وبصحه الانسان. ان شاء الله يا رب تتحسن الاوضاع ونصير كلنا لقدام اكثر، نكون عم ندافع عن اشياء تانية مش بس عن الامراض. كلمه اخيره للمشاهدين. اكيد بشكرك. اليوم مريض سرطان بحاجة لكلمة حلوة وحضور حلو. يعني بس أنا فوت على المريض شو عمله لله أنت يا الله، الله شو عامل فيك وخبرية. تعرف نصير نسمع كلمات عن جد بعض الأشخاص، يمكن أنا بحس أنه شو جابه هذا أو شو جابه هالست، يعني مش وقته هذا الحكي. ومش هيك بينحكى، يعني ما نجي نقول أنا ما بعرف شو بدي أقول، صير أقول حكي كيف ما كان. لا، كون طبيعي، قول اللي مفترض حاسس فيه ويلي قادر يريح ويريحه، مش انك تزيد على قلبه. يعني ولكل مريض سرطان بقول اكيد المرض هو مش معناتها نهايته الموت، نحن قادرين انه ننتصر. وللكل عملوا فحوصاتكم على بكير لحتى اذا كان عندنا مرض نقدر نكتشفه على بكير لحتى نتغلب عليه.
يعطيك ألف عافية لألك هاني ولعائلتك الصغيرة ولباربرا يلي منوجه تحية لروحها يلي بعدها بتشتغل معكم من فوق وبتيسر كتير أمور. وتحية أكيد لكل الأشخاص يلي بجمعية باربرا نصار. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله عطول لقدام. هذه كانت حلقتنا اليوم مشاهدينا. لكل حدا عنده أي استفسار أكثر عن موضوع هالجمعية وعباله يكون عم بقدم مادة أو عباله يكون عم بقدم وقت، في اتصل على رقم التليفون 03-691-624. بكرا ان الله راد حلقه جديده. مرسي لهارز بلو فولا بيوتي لاونج. الى اللقاء. يعني هالريبورتاج يلي تبعناه هلا بأكد انه رساله بربارة نصار بين ايادي امينه. هيدا كله بفضلكم وبدعمكم وبعطائكم وبهمه هالمتطوعين من كافه الأراضي اللبنانية اللي عم بيعملوا المستحيل لحتى يساعدوا إنه يأمنوا تكلفة العلاجات لأشخاص ما بيعرفوها بس هن إخواتهم بالإنسانية. أكثر من 107 أشخاص، أكثر من 107 أشخاص كانوا مصابين بهيداك المرض اسمه سرطان. هيداك المرض اسمه سرطان. أمي باربارا كنت تقول بدك تنتصر على المرض بدك تسميه باسمه. أنا كارولين مجوزة وعندي بنوت، صار معي سرطان. تحديته بقوة ربنا، دعم أهلي وبنتي وحبي للحياة، انتصرت عليه مرتين. I will survive. أنا هادي الحايك استسلمت لأني كنت عم حارب مرض سرطان لحالي. ربنا بعث لي جمعية باربرا نصار وقفوا حدي من كل النواحي. تحديت المرض وقررت اركض الماراثون وتذكروني. I will survive. أنا دارين كان عندي سرطان بالدم، والمشكلة اللي كانت عندي إنه كلفة العلاج كانت كتير عالية. لأنه تأمن لي علاجي شفيت من المرض تماما والحمد لله رجعت عند زوجي وولادي. I will survive. أنا كيتي وهو سير خطيبي. أنا وعم بتعالج للسرطان خطبنا. دعمه وحبه لإلي شجعوني كمل للآخر. هلأ أنا انتصرت على السرطان وشفيت 100%. عم نخطط للمستقبل ولنحقق أحلامنا سوا. I will survive. أنا جو كان عندي سرطان وأمي كمان كان عندها سرطان. لأنه منحب الحياة والحياة بتلبق لنا انتصرنا وعلينا الصوت ورح منضل منغني. I will survive. إيه منغني؟ ليه ما بدنا نغني؟ مرض مش عيب، ما تستحوا. مين في بناتكم كان أو في ببيته مرض سرطان؟ يوقف. ما تستحق. مرض مش عيب. مين في او كان في ببيته مريض سرطان يتفضل يوقف. كل واحد فيكم وقف حد مريض سرطان يستاهل زقه كتير كبيره. I am also a survivor. I am Leonie, Barbara's daughter. I would like to say to those who are passing through critical situations, fight your fear. Don't count the days or years. Live the moment gloriously. You will survive in our lives, in your own ways, like Barbara did. Barbara Nassar's association is my mother's choice to boost our lives and survive. Then I spent so many nights thinking how suffering is wrong and I
gonna go, walk out the door. Just turn around now, you're not a changer anymore. Weren't you the one who tried to hit me brave and pride? Think I crumbled? Did you think I'd lay down and die? Oh no, I will survive. Oh, brave and beautiful, and I am very, very alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive. It took all the strength I had not to fall apart. Though I tried hard to mend the pieces of my broken heart. Then I spent so many nights thinking how you'd think me wrong. Now I grew strong and I don't know how to let it on. Can you see me? Somebody new. I'm not that same old better person, still afraid of you. And so you felt like dropping in, pretending you're my destiny. And I've been saved by all the love and the care they gave to me. Go on, I go. Walk out the door. Just turn around now. You're not a changer anymore. Weren't you the one who tried to take away my pride? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, my life, I will survive. Oh, am I? And I am alone. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. Oh, I'm gonna walk out the door. Just turn around now, you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your cries? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Leonina Starr, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.